عثمان، الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، الكابتن حسام البدري مدير الفني فريق النادي الاهلي. مبارك لك كابتن حسام النهارده، وزي ما حضرتك قلت في المؤتمر الاداء والنتيجه يمكن راضي عليهم بشكل كبير جدا، ظروف المباراه النهارده وتهيئه اللاعبين بشكل كبير. وعايزين نتكلم على المساحه اللي حضرتك اتكلمت فيها، كانت عامله يمكن صعبه الامور شويه بالنسبه للجيم، ان هو يبقى في جيم كويس، يبقى في مباراه وفي كره قدم بشكل عام. في البدايه طبعا تحياتي، ما قلتش انت مين اللي الاستوديو عادل اللي ماسكه؟ لا كابتن عبد الحميد حسن. طيب انا بقول لك، طب تحياتي لكابتن عبد الحميد، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع، كابتن ربيع بالادميه كده، نمشي بالادميه، كابتن ربيع، كابتن عادل عبد الرحمن، تحياتي ليكم. طبعا بقول الحمد لله على الفوز، طبعا فوز مهم طبعا، ويمكن كالعاده بنقول ان 3 نقاط مهمين، لكن يمكن مباراه النهارده احنا عارفين ان كل الفرق بتبحث عن نقاط طبعا، وكل الفرق بتحاول طبعا تفوز ب3 نقاط، لكن يمكن مباراه النهارده انا كنت متاكد ان في دافع اخر عند فرقه انبي برضو بجانب النقاط، هي بتفكر النقاط او تطلع بنقطه النهارده او ب3 نقاط حتى، لكن كان انا متاكد ان كان التفكير في بطوله خاصه النهارده نتيجه احتياجنا للمباراه، لان المباراه بتقربنا بشكل كبير ان شاء الله باذن الله لحسم بطوله الدوري العام ان شاء الله. أكيد كان طبعا برضو في دوافع أخرى، وكان في تحضير للعيبة من ناحية دي بجانب طبعا النواحي الفنية. يمكن المباراة النهاردة طبعا ليها ظروفها الخاصة في أشياء كتيرة، ويمكن الفترة اللي فاتت احنا عندنا يعني كذا محور بنشتغل فيه، الأهم طبعا الفوز و3 نقاط وبطولة الدوري، لكن عندنا مواضيع كتيره جدا يمكن مش مشتته اللعيبه، لكن من المنطق ان هي زي ما بقول لك مثلا اجاي مسافر عشان التاشيرات عشان يلحق المنتخب النيجيري، اصابه عبد الله السعيد، ففي متغيرات يمكن بجانب اللي انا بقوله خلت الشكل مختلف شويه، واحنا ادائنا بيبقى مختلف في بعض المباريات، لكن الريتم بتاع المباراه النهارده كان عالي معظم اوقات المباراه، وكان في اوقات بحاول طبعا نهدي الريتم شويه، لكن ظروف المباراه وفي نفس الوقت عدم تعزيز الهدف اللي احنا جبناه، وشفنا ان يمكن جبنا هدف مبكر، لكن عدم تعزيز الهدف ادى طبعا ان يبقى في استمرار للنديه اللي موجوده من فريق انبي. يمكن ما فيش فرص واضحه خالص او فرص يعني لفريق انبي واضحه، لكن احنا جالنا فرص كانت ممكن نقتل بيها المباراه، لكن هي دي كره القدم. ففي النهايه بقول الحمد لله على 3 نقاط، بشكر اللاعبين، 3 نقاط مهمين جدا جدا جدا، وان شاء الله بقى هنروح برضه لمشوارنا الافريقي تاني ان شاء الله ومباراه العوده باذن الله. السؤال المهم اكيد يا كابتن حسام، مباراه العوده بالنسبه لنا، عارف ان احنا هنسافر يوم 14 ان شاء الله، بنتمنى لكم التوفيق. لا يا كابتن حسام، لا كابتن حسام، طب بنتمنى لكم التوفيق طبعا يا كابتن حسام بالنسبه لكم، لكن شايف المباراه ازاي بالنسبه لكم، وشايف المعتقد الافريقي ومباراه العوده؟ على ما اعتقد 4 دي نتيجه مطمئنه، مش نتيجه جيده جدا بالنسبه لنا. لا انا اتمنى، انا بقول ومش بقول كلام، كره القدم ما فيهاش يعني او ينفع ان انت تطمئن، وكره القدم ما فيهاش ثوابت، هي نتيجه مرضيه لابد ان احنا نستخدم النتيجه المرضيه دي بشكل ايجابي، وان شاء الله يمكن عندنا اجازه بكره ونبتدي نحضر نفسنا ان شاء الله ونستخدم النتيجه دي بشكل ايجابي ان شاء الله، على اساس طبعا زي ما انا بقول الادوار التمهيديه دي اصعب بكتير جدا 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 من المجموعات، لان التمهيدي ما فيش فرصه انك تعوض، فان شاء الله نبقى مركزين ان شاء الله ونتاهل بقى عشان نبقى موجودين في المجموعات ان شاء الله. شكرا بشكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي، فوز مهم النهارده زي ما بنقول، نقطه وحيده تفصل النادي الاهلي على الحصول على بطوله لقب الدوري العام للموسم الثاني على التوالي. مباراه كانت جيده واستفاد فيها الكابتن حسام الحقيقه طبعا، سواء في المؤتمر الصحفي او في خلال لقائه معانا. الملعب كان فيه بعض الظروف شويه، بعض الغيابات، بعض طبعا التكتيك اللي بيقوم بيه طبعا فريق انبي، لكن النهارده 3 نقاط مهمين للكابتن حسام البدري، من بريكلو وان شاء الله بريكلو في مباراه العوده منانا الجابوني، ان شاء الله تكون نقاط هذه المباراه وايضا نتيجه واداء للنادي الاهلي. عوده ليك كابتن عبد الحميد وكل جمهور التحليل.